انتخبتش خاطر فماش تكون مؤهل باش تخدم، فماش تكون يحكي لنا ساعة في البوزير، فهمت؟ أول حاجة في البوزير حتى الكياس الرئيسي حتى الضوء ما فيش ما يشعلش، إجا في الليل وتفرج عليه، حتى الضوء ما يمشيش بوزيان، إذا حتى الضوء ما فماش ضوء. كياس أصلا هو في حد ذاته معناها ما يوصل القفصة ويوصل الصفاقس ما يشعلش. فماش حاجة مبدلة، ما فماش مشاريع، ما فماش عباد معناها هذاك هو. الشباب يمشي القهوة، الشباب ما عنده ما يعمل. بالاخر الشباب ما عندهم. والرئاسية؟ الرئاسية والله الرئاسية ممكن 100% تونس كامل باش تنتخب في الرئاسية. لا لا ما انتخبتش، مانيش انتيغيسي بالحكاية هذيا. هاكا خاطر حكاية فارغة. مش باش يسمعوا كلامي. باش ينتخبوا اللي هما حاجتهم بيه. فهمتني؟ هكا رأيي أنا. في الرئاسة بقدر ربي باش ننتخب إن شاء الله. هكا. نحب نختار رئيسي أنا نحبه. إن شاء الله بقدرة ربي يحققوا لي أمنيتي. إن شاء الله. انتخبت. مقتنع. مقتنع. باش ننتخب في الرئاسية. إن شاء الله. مقتنع. ومقتنع. ما انتخبش. عليك. ما عنديش ما مشيتش باش انتخب، وكي مشيت للمدرسة باش انتخب قالوا لي كي مش مسجل ما لا. ها راني مسجل عام 2012 ولا 11 في الانتخاب هذاك. برشا لقوا اساميهم وبرشا ما لقوش اساميهم. انتخب في الرئاسة؟ اي نعم. هذاك وين تو نشد الباس. انتخبت حتى باش نمشي ننتخب باش نفسخ عليهم الكل، باش نعمل عليهم كل كروة، ما فهمش لياج، وما لاش نحوسوا على النظيف، نحوسوا على الأقل وسخ، كلهم مصير خاطر. انتخبت، سي الباجي، نخلة وإن شاء الله تخلى خويا، الرئاسة ماذا بينا الباجي قاعد سلسلة خاطر حاجتنا اللي شد البلاد يقول باش نعمل وندني ونرد الخبز ب 100 ونعمل قنطرة من هنا من تونس لإيطاليا ونعمل وندني واللي شد فهمت برشا حوايج قاعد تصير صوت ها والله سي لا بروف أكد على سي الحامدي محمد دكتور حامدي لا شيري أنا انتخبت 2010 2011 2011 مش 2010 علاش ما انتخبش رئيس؟ والله ما فماش شكون باش تحسوا انه باش يمثلك بالصحيح معناها باش معناها باش يوصل البلاد الحكايه باهية كلها تحسها تقضي في مصالحها جس تعطيها توصل وكا وكرسي وحكايه فما شكون فما شكون و اما حتى باش تصوت له ما عادش فما كونفيونس فيه حتى واحد الثقه ما عادش موجوده ما تقول هذا باش يوصل معناه باش يوصل لي صوتي ولا باش يعمل حكايه للبلاد ولا كذا تحس كل تقضي في مصالحها كل تقضي في مصلحتك تكون الكل باش تمشي على روح معناها اوكي وصلت ومن بعد ينسيك ما المره الاولى وعود وباش نعمل باش نعمل باش نعمل باش نعمل باش فما برشا حكايات باش يعملهم وكذا وتلقى اوراق ومنشور بعد فما شيء اصوت ما ليش بس مقتنع ولا مقتنع خاطر ليش يلزمها الانتخابات لازم هي اليوم ولا غدوه لازم اليوم لازم اليوم ولا غدوه والانتخابات جايه ايه باش تصوت ايه باش تصوت تعرف شكون ولا والله من بين زوز احتمالات عندنا الهاشمي الحامدي وعندنا البيجي ما مازلنا واحد منهم لا في الانتخابات اللي تصوت البيجي واللي جاي يمكن ثاني نزيد نصوت البيجي خاطر هو راجل قديم ويفهم وعارف في لمن وعارف اقدم واحد نجم لا ما انتخبت ليش؟ هكا ما حبيتش مش مقتنع بالعباد مش مقتنع اصلا انتخابات ثاني اللي حاد شيء عايش واحد تشوف ستيلي ستيلي اندر جراوند فوق عايش واحد لا لا مش باش نصوت لا الرئاسيه لا للحزب لا المقعد لا حتى شيء مش باش نصوت لحتى شيء ما عنديش ثقه في حتى شيء
طلع في الباسبور ومشي الليبي. ليبيا جدا. اي ليبيا فيها الحرب ماشي لها انا. ماشي نخدم فيها. بلادي ما لقيتش فيها خدمة. مش قاطفكم طاولة لا؟ لا مش قاعدين نخدم. قالوا لنا في ايديكم جمعة باش نحاولوكم باش نرحلوكم. ما عادش باش يخدم حتى واحد. في الشارع؟ اي ما عادش باش يخدم لا في الشارع ما عملونا حتى شيء باش نخدموا. ما عملناش حتى بلاصة لا عملونا معامل لا عملنا حتى شيء. من غير رخصة ما عملناش بلاصة بالرخصة ما عملونا حتى شيء. يعني فلان برمش يموت بالشر. ناقص كان باش يقول الكلمة ذي. هما يخدموا الشعب ينتخبهم يشدوا بلايصهم ويخدموا أرواحهم ويصوروا الفلوس وبعد والناس اللي انتخبتهم وخلتهم في بلاصة ذيك يموتوا بالشر عادي. نحن كلاب حراسة معناتها نأمنوا فيهم هما وبر. انتخبت ليش محامي؟ خاطر ولد بلاد. مقتنع بشو عم تعمل؟ والله هنا الرضي في ضميري لا أكثر لا أقل. ما عجبني الوضع ما شو عجبني. والله كعب لا ودا. وفي رئاسية باش انتخاب؟ لا رئاسية ولا خاصة نحن الفلاحة مش منا حتى نظام. نحن الفلاحة مش منا حتى نظام ومش منا حتى حزب. ما راعتنا حتى منظومة. بالنسبة لنا صوت عن قناعة شخصية باش هذايا نحس هنا كواجب. لازمني ننتخب باش ما نندمش وما نتأسفش على حاجة فاتتنا. صوت عن قناعة. وزيد نصوت في الرئاسة. ما انتخبتش مش مستعرف بالحكومات اللي شاده كل نهير من هيرات زين العابدين بن علي ولا مش نلاح حزبي ستلاش ولا واحد اما الحكومه اللي شوفها كنت جارع الكراسي قاعده خوضه الداخل نحن يعني مش مراعيين لينا حتى بحاجه لا كل فلاح كل كل بطاله سيد هاك شوف شادي القهاوي شادي القهاوي ما عندنا ما نخدم ما لقينا ما ناكل وصحت الكروش ما لقينا ثم حتى حزب يتكلم على الفلاح كل الديريكت يتعرف على الكريسه يرجعوا الفلاح كان زادوا في المازوت يرجعوا الفلاح كان زادوا في العلف يرجعوا الفلاح كان زادوا في المواد الغذائيه راجعين للمواطن البسيط ماذا هذا غادي يرجعوا الخاتي المشوب قلت راعينا كل مسال الستيك والمديونين ما يقولش باش يخلصوها وبركه الفلاحه وسيء سيء مش سيدي بوزيد هو مسلان تونس ومش مراعي ليه خلاص يعني الطماطم ب 100 فرنك كثير ب 200 فرنك يعني هو مش الفلاح مش مراعي ليه خلاص قارصين عليه تم حد شيء انتخبت لكن مرينا من بعد الانتخابات صحيح مرت انتخابات حره فيها ما اختلفوش في شيء ومن بعدها ولينا مرينا بنعرات جهويه اهل الجنوب والمرازقه صحيح ما ناسوهمش وما ناسوش فضلهم واحد يخدم لك شهر كامل وتجي تقول له ما صبتلكش لدواعي سياسية أنا ما نخلصش ما نخدمش على الحضيرة أما عباد ما تخلص تخلص تجي أنت كنهضاوي باش تجي باش تكسر النداء ولا كذا ولا كذا ما تلعبش في خبزة العباد هذاك حزبك خليك في مجالك السياسي والسياسة اللي كانت نحى عليها النزاهة أنا نشوف في مأساة نشوف في عباد مرة تخرج تندب تقول لك راني إنسانة معملة عليك شهرية تأخذ 240 ألف عندهم هم هذوك مصروف يومي عند ولده هذيك عنده شهرية لهنا باش تجي انت في اخر مطاف يعني كومو كوا تكسر في الباجي هو عنده 80,000 من الحظاير صحيح 80,000 من الحظاير فيها من النهضه وفيها من الجبهه وفيها من الاحزاب الكل وفيها من المستقلين وفيها من كل شيء تجي انت كومو كوا والباجي خدمهم مش معقول انه باش تجي تقطع خبزه الاعداد بالعمل السياسي في العائله مش تعيش على 140,000 او مش تعيش على 100,000 انت تاخذ في 20 مليون قلت ما طولتش هل 140,000 سير دوز صباطو هاي ما سير دوز صباطو لا تخلوش ثلاث كرافات من فضلك انت تكلمك خلينا نتكلم من فضلك انا خلت ناقشه من فضلك يا سيدي هل 340,000 انا في عائله في سته في العائله اللي عندي لا صغر لا حجر ولدي خايف شنو مليونير كيف فيك انا كيفك مواطن كيف فهمت انا مش كنت اما لا نحبوا تزيش هذه انت تاخذ 20 مليون ما زادتكش وقلت نزيد التعويض وانايا ناخذ في ثلاث يا سيدي او عندي هاي كارني عندي المنحه نتاع سنه اساس منحه نتاع سنه اساس 80,000 تعشيني سته من الناس تو تغدي لي سته من الناس هذا مش معقول هذا يا راهو اللي هو هذا يا راهو يولي يدخل الارهاب الفقر هذا يدخل الارهاب الفقر هذا يدخل الارهاب احنا ضد ولا اسمع احنا ضد الارهاب من فضلك ولكن من فضلك اذا كان باش تقول الارهاب يلزم ندخل على خاطر يلزم لنا نجوع اي جوع اي اذا كان انت تجوع انت شباب دمر دولتك دمر دولتك لا ما ندمرهاش دمرتني
هي دمرت 6 كيفاش دمرت؟ تقول يعيش على 140 يا خويا يلزم اسمع نحن يعيش على 140 باش نخرجوا من الحاله اللي احنا فيها. هي ما لازم نستحملوا انا نستحمل ونستحمل ونخرج من التور راه نستحمل كان عندي ما عندي سخان. اسمع باش يقول واحد ماشي من فضلك باش يقول واحد جيعان. لا ثم جيعان، لا ثم جيعان، تاكلوا بها انتوما، تاكلوا بها انتوما.